إذن مشاهدي قناة شفتاه، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. نتواجدوا في درب مولاي شريف، منطقة ديال حي المحمدي. بلا شك أنكم كتعرفوا درب مولاي شريف واحد من أقدم أحياء بالعاصمة الاقتصادية. يعني درب مولاي شريف يوم أمس عاشوا الرعب وتخلعوا وخايفين بسبب المنازل اللي أغلبها أيلة للسقوط في هذه المنطقة هذه بسبب قوة الرياح اللي كانت أمس والشتاء. بطبيعة الحال الناس خلعوا وخافوا كيف ما كتشوفوا معنا، شوفوا معنا المنازل أيلة للسقوط. بطبيعة الحال كتشكل واحد خطر كبير على الساكنة ديال هذه المنطقة هذه. في يوم أمس صراحة عاشوا الرعب وكانوا مخلوعين لا يطيح شي منزل. الساكنين ديال مولاي شريف يعني مخلوعين، أغلبية المنازل في هذه المنطقة هذه فهي آيلة للسقوط. كيف ما كتشوفوا معنا مثل الحالة هذه، شوفوا المنزل هذا يعني كيفاش مدور الحديد. يعني الناس ولاو خايفين البارح يدوزوا من تحت المنازل. يعني البارح أغلبية ديال الساكنة ديال درب مولاي شريف ما خرجوش حقاش الديور يقدروا يطير. يعني يكون دايز من تحت شي دار خصوصا هي أيلة للسقوط مع قوة الرياح والشتاء فتقدر طيح عليه. كيف ما كتشوفوا معنا هنايا كاين الحجر اللي طاح اليوم امس، يعني بعض الحجر من هاد المنازل، هاد المنزل هذا الامامي طاح يوم امس بسبب قوه الرياح. كما كتشوفوا معنا حجم الخسائر هنا في المنطقه صراحه الله يحفظهم وصافي مع هاد الرياح هادي وهاد الشيء هادي. الله يحفظ الساكنه. يعني هنايا المنزل هذا الامامي راه بالامس طاح منه الحجر بسبب الرياح اللي كانت قوية. شوفوا معنا، شوفوا منازل كلها مشقة، منازل راشية والله يكون معاهم، الله يحفظهم يا ربي. ما بغيناش توقع الكارثة يعني. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني هذا المنزل هذا الامامي طاح منه الحجر البارح بالامس بسبب الرياح اللي كانت قويه، الرياح اللي كانت بسرعه 80 كيلومتر في الساعه. فهاد المنازل هادو اللي قديمه وراشيه تقدروا ما يتحملوش هاد الرياح القويه هادي. يعني ندوروا لي بارير كيف ما كتشوفوا معنا باش الناس حتى شي واحد ما يدوز من هذه المنطقه. دوروا لي بارير باش شي واحد يدوز من هاد البلاصة هادي. والله يحفظهم وصافي، الله يسرنا. لما مشاهدينا الكرام غادي نوداكم على ما نلقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله.